بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنخش في كونسبت جديد في الاو بي، الا وهو الانهيرتنس. الا وهو ايه؟ الانهيرتنس. الانهيرتنس لو رحت في الترانزليشن بتاعت جوجل وكتبت انهيرتنس هيقول لك الوراثة. يعني الوراثة؟ يعني بورث من حاجة. بعيد عن الايه؟ بعيد عن السي بلس بلس وبعيد عن البرمجه خالص. انا عاوز اجي معاك تمام نتناقش على الحقيقه كده، لو احنا شغالين على الحقيقه بين الاكواد. اللي هو ازاي؟ هقول لك. انا قلت لك قبل كده انك عندك كونتينر، صح؟ تقول لي صح، تمام. والكونتينر ده قلت لك ليه باب اللي هو الديفولت كونستراكتور، وقلت لك لو عاوز تكريت ابواب ثانيه ما فيش اي مشكله عندي، كريت باب ثالث رابع الى ما لا نهايه، صح ولا غلط؟ صح. ده الكونستراكتور وكل حاجه تمام، وشرحنا بقى الجيتر والستر والكلام ده كله. الحاجات دي كلها خلاص بقت معانا الحمد لله. حلو. عاوز اقول لك انت هتعتبر ده مول. لو ده مول، ده مول عندي مثلا في اسكندريه او في القاهره بالمنظر ده، وليه ابواب وكل حاجه تمام. جات او جه اي حد تمام حب يعمل مول زيه بالظبط، بس هيضيف عليه شويه فيتشرز، هتضيف عليه كده شويه ايه، شويه تعديلات او شويه حاجات ايه اضافيه. مثلا يعني ده مثلا في ست اوض مثلا. انا بقول لك بعيد عن البرمجه، انا بكلمك واحد ايه، بتكلم معاك كاننا بنتناقش في مشروع بنعمله على الطبيعه، تمام. ده في ثلاثه هو عاوز يعمل نفسه اهو بنفس الاربع بوابات، هم بس بدل مثلا اربع ايه، بدل مثلا ثلاث اوض مثلا هعملها ايه، اربع اوض، تمام. اذا هتلاقي ده اهو هو نفسه ده، بس زيد عليه ايه، زيد عليه الاوضه دي، صح ولا غلط؟ صح. فانا بدل ما اروح المفروض عشان اخطط للمحل ده اروح تاني اخطط للمحل ده واشوف كم بوابه والبحث كده ازاي والكلام ده كله، وبعدين اضيف الايه ده. طب ليه؟ طب ما انا ممكن اخد التصميم بتاعي القديم واكمل عليه للايه، للاوضه دي، صح ولا غلط؟ صح. مش فاهمين؟ هقول لك حضرتك لما تيجي تصمم بيت او مول او ايا كان، مش محتاج مهندس معماري مثلا. ايوه. فمهندس المعماري لما جه عمل المول ده عمله وخلصه واشتغل، تمام. انا جيت اعمل مول كمان، هل اروح اجيب مهندس معماري يبني لي المول من اول وجديد ويخططه وبعدين يضيف لي الاوضه ديت، ولا اخد التصميم القديم اللي هو نفس ده وايه وازود الحته ديت بس ايه عليها، صح ولا غلط؟ صح. اذا دي معنى الوراثه كده. انا ورثت، انا خدت الحاجه البيرنت، الحاجه الاصليه خدتها حطيتها هنا وكملت عليها الايه الناقص. اظن مفيش اوضح من كده، اظن الموضوع مفهوش اوضح من ايه، اوضح من كده. اذا كل اللي انا عاوز اقوله ان احنا لو عملنا كده بالمنظر ده، بص معايا، لو عندنا ده ايه، ده مول، وعاوزين نعمل كمان خمسة مول وليكن يعني اهو، او ثلاثة مول، تمام. الثلاثة مول ده كل اللي موجود هنا، يعني المول ده هيكون موجود هنا كله بكل حاجة، وهزود حاجة هنا، والمول ده فيه كل حاجة هنا برضه بس هزود حاجة غير اللي فوق دي، وهنا برضه موجودة هنا بس هزود حاجة غير الاثنين اللي فوق. إذا بدل ما أروح أبني ده من الأول وأقعد أبنيه جوه من الأول، لا، أنا هاخد ده أورث منه، وآخد ده أورث منه هنا، وده آخد ده أورث منه هنا، واللي جوه أزوده بقى بعد ما إيه؟ أما أورث وأخلص الإيه؟ الموضوع بتاعنا. هل الموضوع فيه مشكلة؟ أظن الموضوع ما فيهوش أي مشكلة خالص. حاجة على الطبيعة أهو بشرح لك عليها عشان بس إيه؟ توصل معاك. ده بكل بساطه الانهيرتنس. مش هخش في اكواد الفيديو ده عشان بس يكون عندك فكره عن الانهيرتنس،
المره الجايه ناخد اكزامبل حي ونشوف النية بتاعتنا ماشيه ازاي. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الان تحت في الديسكريبشن، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.